إنما المهم اللي أنا عايز أرجع ليه إن أهم شيء النهاردة إن إحنا كمواطنين كلنا نبقى عارفين حجم التحدي الكبير جداً اللي بيواجه الدولة المصرية من الخارج قبل الداخل، لأن ده جزء كبير جداً بيشكل التركيبة بتاعت القرارات اللي إحنا بناخدها والمؤامات اللي إحنا بناخدها. ويمكن يعني حضراتكم شايفين مدى يعني انشغال فخامة الرئيس بالملف الخارجي، وان هو دايما في تواصل مع كل دول الجوار ومع دول النطاق المنطقة بتاعتنا ومع النطاق الأشمل مع القوى العظمى اللي موجودة في العالم، عشان مصر تبقى يعني احنا دايما ما بنقول ماشيين في إطار المنطقة الملتهبة الأكثر التهابا في العالم اللي احنا موجودين فيها. احنا ماشيين على حد السيف، ازاي نحقق يعني مصالحنا كدولة، وازاي دايما يعني نحتفظ بقوة مصر ومكانة مصر والريادة بتاعت مصر في هذه المنطقة. ودي حاجة مش كلام، الموضوع ده مش كلام تعبير ولا إنشاء، ده واقع حقيقي. مصر ليها ثقل معين، ومهما كانت أزماتنا ويعني تعثرنا في بعض الأحيان، بتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وبيتعمل حساب تأثيراتها. وبالتالي بنبقى حريصين جدا كل الحرص في قراراتنا في خضم الأحداث الرهيبة وتصارع القوى اللي حضراتكم شايفينها، إزاي نوازن وإن إحنا ناخد القرار اللي يحقق الصالح العام وحماية أمن مصر القومي. حماية أمن مصر القومي ده شيء مهم جدا جدا جدا، لأن أي إجراء بناخده عشان لازم نبقى عارفين كويس قوي إن إحنا هدفنا المصلحة العامة لمصر، ولكن في نفس الوقت لازم نبقى أيسين رد فعل القوى العظمى وتداعيات هذا الكلام على الإقليم اللي احنا موجودين فيه، عشان نبقى واخدين بالنا إن أي قرار بيتاخد بهذا المنطق. لأن أحياناً يعني بنسمع بعض الأخبار، لا لازم ناخد إجراءات بطريقة معينة، وما ينفعش إن احنا أنا يعني نسكت على تجاوزات بعض الدول في ملفات بعينها، ويعني نتكلم بقى لو هنتكلم في قضايا زي المياه والكلام ده كله، تبقى دي ليها حسابات كبيرة جداً. لأي رد فعل ده ما بيبقاش النهاية، ده بيبقى بداية. لو إحنا بناخد أي إجراءات يعني فيها نوع من الحدية، ده ما بيبقاش نهاية، ده بيبقى بداية يعني فترات طويلة جداً. لازم نبقى حاسبين كل خطوة هناخدها هتبقى تداعياتها إيه. فبالتالي بيبقى القرار اللي بيتاخد في إطار سيناريوهات كتيرة جداً بنحسبها. أهم شيء زي ما بنقول الحفاظ على مصالح الدولة المصرية، والأهم كمان إن مهما حصل من خلافات لازم نبقى سياسة حسن الجوار مع الدول دي، لأن إحنا في الآخر ما نقدرش ننسلخ عن الدول اللي إحنا كلنا موجودين في محيطها.